مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. ومعوذات قرآنية تحفظ أهلكم وأحبابكم من كل سوء، ونسمات إيمانية تتنزل على قلوبكم كما تتنزل زخات المطر، وأمنيات تختبئ بين ثناياها وتحملها أصوات البرق والرعد، أمنيات بأن يعم الخير كل الخير على بلادنا وأوطاننا، ومع كل حبة مطر تنزل على أقصانا الحبيب ندعو الله بأن يحفظه لنا من كل دنس ومن دنس الصهاينة، وأن تغسل تلك الأمطار الربانية الكدر والهم والحزن والألم عن كل نفس موجوعة ومكلومة. حياكم الله وأهلا بكم. كل الأرجاء قد أهدى الفرحة للبشر يسعدها في كل مساء. قطر المطر أتى بالخير وازدلت كل الأرجاء. قد أهدى الفرحة للبشر يسعدها في كل مساء. قطرات الأمطار تجود تتهادى في كل وجود، تسقي أشجارا وورود وتروي أرضا قحطان. قطرات الأمطار تجود تتهادى في كل وجود، تسقي أشجارا وورود وتروي أرضا قحطان. ما أروع لحن الأمطار أجمل من عزف الأوتار، تتمايل معه الأزهار كل صباح كل مساء. ما أروع لحن الأمطار أجمل من عزف الأوتار، تتمايل معه الأزهار كل صباح كل مساء. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامج بيتكم عامر. نتمنى دوما إن شاء الله كل حياتكم وأحوالكم بخير، ونحن نلتقيكم اليوم مع أجواء المطر أجواء الخير. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه الأمطار هي سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، ونتمنى أن تكون يعني تنعموا بأجواء جميلة. والآن أكيد يعني الكل هلا تقريبا عماله بيروح على بيته، الموظفين المعلمات المعلمين ولمة الأسرة ما أجملها في أجواء الشتاء، ومع المشروبات الساخنة والتي تضيف الدفء للنفس. أكيد يعني إحنا دوما نتمنى دوما أن نكون معكم بكل اللحظات وكل الأحوال، سواء الأجواء الماطرة وأجواء غيرها. لكن سبحان الله دوما يعني أجواء المطر لها خصوصية عند الكثيرين، بحسوا هيك في الدفء يعني، وجميل تكون هيك لمة العيلة مع بعضهم البعض، هم عم بترقبوا بشهدوا هذه جماليات المطر والأمطار التي تنزل وصوت الماء الجميل. فنتمنى إن شاء الله دوما تكون حياتكم كلها هانئة وسعيدة. وأكيد يعني إحنا راح يكون ضمن أخبارنا الحديث عن الأجواء الماطرة في الأردن كيف هي، وكيف إحنا ممكن كنا أكيد يعني بالتغطية السابقة من زملائنا في الأخبار تحدثوا يعني مع مديرية الدفاع المدني وتحدثوا مع المسؤولين والأمانة لحتى يتابعوا آخر المستجدات. نتمنى إن شاء الله السلامة لجميع المواطنين، وأن تعم يعم الأمان والخير على بلادنا. مع باقي أخبار هيك حبينا برضو كمان نعرضها لكم مشاهدينا. وفقرتنا أيضا الأخرى، الفقرة الماطرة أيضا، هي فقرة الرعد والبرق في الحياة الزوجية، وهي جميلة جدا أن نتواكب الأجواء اللي إحنا شايفينها الآن وعايشينها اليوم مع فقرة الرعد والبرق في الحياة الزوجية، مع وجود الدكتور قيمر القيمري المستشار الأسري الذي كان معنا الأسبوع الماضي وتحدث عن بعض الكروت الحمراء وطلعها، يعني هالكروت اللي ممكن تقصف يعني وتعصف بالحياة الزوجية، والأصل أن يتجنب أو يتجنبها الأزواج حتى تكون حياتهم إن شاء الله الزوجية حياة تنعم بالخير والأمن والحياة الهانئة. لذلك اليوم راح نكمل مع الدكتور قيمر، إحنا ما خلصناها المرة اللي فاتت لأنه ما شاء الله كان في ضغط اتصالات، وكان في كثير من الناس حابين تواصلوا مع الدكتور حتى يستشيروه ببعض الأمور الأسرية والزوجية والعلاقات الزوجية. واليوم إحنا برضو كمان مشاهدين نسعد بسماع أصواتكم لمن أراد أن يعني يتحدث مع الدكتور ويسأله عن بعض الأمور وبعض الإرشادات في الحياة الزوجية، لأنه راح يكمل ويطلع لنا كروت أخرى الدكتور قيمر، كروت حمراء لابد أن يعني هنا الزوجين أنهم يحرصوا على البعد عنها،
لحتى تكون حياتهم إن شاء الله حياة خير. إذا دكتور خيمة راح يكون معنا مشاهدينا في الرعد والبرق في الحياة الزوجية، وراح يكون معنا فاصل على ذوقكم أيضا نختار لكم إياه اليوم. نتمنى إن شاء الله بهالفقرات إنه تنال إعجابكم ونحظى بأذواقكم الرفيعة. حياكم الله مشاهدينا بعد الفاصل مع أول فقراتنا اخترنا لكم. أهلا بكم. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، اخترنا لكم اليوم مجموعه من الاخبار ان شاء الله تنال اعجابكم، وراح نبداها باحوال الجويه واللي احنا الان نعيشها في ظل هاي الاجواء الماطره والجميله، ونتمنى ان شاء الله السلامه لجميع مواطنينا اللي الان ما عادوا الى اماكن يعني عملهم، واللي جايين على عملهم زينا احنا زي حالاتنا، يعني هلا احنا كنا في الطريق وجينا وشفنا الازمه ما شاء الله والامطار، فنتمنى ان شاء الله السلامه لنا جميعا. بخبرنا من مدينه نيوز عن 282 اصابه في 109 حادث مختلف انحاء المملكه خلال 24 ساعه، طبعا اكيد يمكن هاي النسبه زادت شوي، حيث تعاملت المديريه العامه للامن او للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشره في جميع انحاء المملكه خلال 24 ساعه في مع حاله 109 حادث مختلف طبعا او حادثا تم طبعا خلال الفتره السابقه، واكيد يعني ما زالت يمكن المجريات حثيثه حول العنايه والاهتمام من الدفاع المدني وكذلك قوه الامن العام، وكذلك احنا نقول او نشيد ان شاء الله باعمالهم واعمال الامانه، ونحرص ان شاء الله انه يحاولوا قدر الامكان يزيدوا شوي من اعمالهم الفتره هاي، لانه المنخفض راح يكون اكيد اليوم وراح يمتد كما جاءت يعني دائره الارصاد الجويه وتحدثت انه راح يمتد الى اخر الاسبوع، فنتمنى ان شاء الله انه يكون السلامه للجميع، ونتمنى يعني على الدفاع المدني ونتمنى ايضا من الامانه انهم يكثفوا جهودهم لحتى المواطنين ان شاء الله يكونوا بخير وسلامه وامن، واحنا شفنا الطرقات ما شاء الله كانت يعني مليئه بالمياه وكان في حالات غرق، وما زال الان يعني السيارات عماله بتمشي وفي المي يعني عم توصل لحد مستوى عالي جدا من السياره، وصار في حاله وفاه لسيده رحمه الله عليها، نتمنى ان شاء الله ما يكون في هنالك حوادث اخرى يعني تتم من خلال الاجواء اللي احنا عايشينها، وان يتم التعامل مع هذه الاجواء يعني التعامل الصحيح، ومع يكون في حاله من الطوارئ اللي احنا بنكون مفروض موجوده في مثل هذه الاحداث وهذه الاثناء من مثل هذه الايام من السنه. اذا هذا الخبر الاول فيما يتعلق في اجواءنا من مديريه الامن والدفاع المدني. الى الخبر الاخر مشاهدينا اللي حابين نحكي عنه ما يتعلق بشيء صار بمناسبه صارت الخميس والجمعه اللي فاتوا عندنا هون في الاردن ايضا، وفي تحديدا في منطقه عبدون ومنطقه الويبدة في عيد الهالوين، هذا العيد الذي يعني للأسف الشديد يحتفل به أبناء وطننا الغالي وشبابنا وشاباتنا من الأردن في عيد الهالوين، هذا العيد الذي يعني لا يمثل ديننا بأي صلة، هو عيد القديسين يسمى أو الوثنيين أو حتى من مسمياته عيد الرعب لأنه بيتحدث عن موضوع أشباح وتحضير أرواح شريرة أو طرد الأرواح الشريرة إلى غير ذلك من المسميات لهذا العيد الذي هو أصلا جاء يعني من الغرب من إيرلندا تحديدا وانتشر من إيرلندا إلى أماكن متعددة في الدول الغربية منها أمريكا وغيره. طبعا
طبعا هذا الخبر اكيد يعني جاء في بسواليف بتحدث انه لم يأبه هذا الهالوين او هذا العيد بمنع وزاره الداخليه ولوث طهاره الويبده. هذا خبر جاء بناء على انه اكد مصدر امني انه مطلع انه حفلات الهالوين في عمان جرت ليله الخميس والجمعه رغم منع وزاره الداخليه من اقامه مثل هذه الحفلات. طبعا جاء المصدر وقال مجموعه من الشباب كانوا موجودين في هذه المنطقه في الويبده وكذلك في منطقه عبدون وكانوا في اصوات صاخبه جدا وارتداء ملابس غريبة مع وجود لباس أقنعة أيضا غريبة الشكل، حتى أنهم هم من هاي طقوس هذا العيد أصلا أن يكون ممارسته يكون في لبس مختلف وجود شباب مع شابات في هذا الموضوع. طبعا أكيد يعني الأصل أنه وزارة الداخلية تمنع مثل هذا الاحتفال نهائيا وعدم وجوده، لكن اللي كانوا موجودين ورصدوا الحالة قالوا أنه لم يتجاوز عمل وزارة الداخلية وأنها تقوم فقط بحماية المنطقة بشكل عام وترصد الأحوال الأمنية فقط ولم يتم المنع منعا باتا لمثل هذا الاحتفال. فنحن نتساءل يعني هل بات فقط يعني دورنا إحنا كوزارة الداخلية أن تقوم بكون هناك القانون يمنع بمثل هذه الممارسات فقط أن تكون فقط يعني للأمن واستباب الأمن ويصيرش مشاكل ولا طواش، ولا لابد أن يكون هنالك يتعدى ذلك إلى أن يمارسوا دورهم الرئيسي من منع مثل هذه الاحتفالات. إحنا نتحدث الآن عن ناحية أمنية وناحية قانونية، لكن إن تحدثنا عن ناحية شرعية أكيد هنالك شيء واضح أنه هذه الأعياد هي أعياد بعيدة عن ديننا، بعيدة عن عقيدتنا، لا تمت لديننا بأي صلة، الأصل أن تحارب. وكما نحن نعلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، فيعني كثيرة هي الأحاديث تؤكد على أنه لابد للمسلم أن يحتفظ بهويته المسلمة وأن يبتعد كل البعد عن هذه الأمور، وخاصة عندما نعلم أنه مشاهدينا هذه الحفلات أو هذه الأعياد هي أعياد يعني فيها شرك وفيها شرك بالعقيدة. لما نحكي إحنا عيد الوثنيين يحتفلوا فيه بالأوثان وكذا وعيد القديسين، فأي عيد هذا الذي يحتفل به أبنائنا؟ وأين هم أهاليهم أمهاتهم أبائهم؟ أين هم دور مربين اللي مفروض أنهم يزرعوا في نفوس الأبناء يعني مثل هذه الملوثات التي تلوث عقيدتنا وتلوث فكر أبنائنا وتلوث فكر شبابنا؟ فإحنا والله حبينا نعرض هذا الخبر لحتى يعني نتمنى من أحد المسؤولين يعني في هذه البلاد أنه يكون لهم صوت ودور يعني بتغيير مثل هذه الممارسات. كل مرة بيطلع لنا اسم عيد شكل، عيد الهولوين، ومرة عيد مش عارفة إيش، وعبدة الشيطان بتعمل أعمالها وغيره. فإحنا بحاجة إلى يكون في صوت قوي يمنع مثل هذه الممارسات، وأيضا إحنا من شوي يعني كمان نعطي جرعة قوية لأصحاب الدعوة أنهم يكونوا أقوى في أصواتهم ومؤثرين أكثر في أدوارهم، بأنه يكون دورهم مش فقط يعني دور سطحي. إحنا بدنا يكون الدعاء إلى الله عز وجل ودور المربين المعلمين دور أقوى أنه يعني يعطوا جرعات فكرية قوية لأبنائنا حتى أنهم لا سمح الله لما يكبروا ويصيروا بسن الشباب يكون عندهم سلاح عارفين شو هو الغلط وشو هو الحلال وشو هو الحرام مثل هذه القضايا اللي إحنا عم نشوفها ممارسات سلبية في مجتمعنا. إذن هذا خبر من الأردن في عبدون وفي الويبدة. ننتقل إلى خبر آخر برضو بتعلق في الأردنيين وبمواطن الأردني لكن من ناحية صحية. هذا الخبر جاء في السبيل حيث 85% من المواطنين معرضون للإصابة بتصلب الشرايين. طبعا هذا الخبر جاء بناء على دراسة قاموا بها وأجريت على 5000 مواطن من نسبة 95% من مرضى القلب الأردنيين يعانون من أحد عوامل الخطر الأربعة التي تؤدي إلى تصلب الشرايين، هي الضغط والسكري والتدخين والكوليسترول، و85% من غير مرضى القلب. طبعا أكيد لما عملوا الأطباء هذه الإحصائيات وكذا اكتشفوا أنه الذين يعانون من هذه الأمراض يعني وسرعة في استجابتهم لهذه الأمراض هم من المدخنين اللي طبعا بيمارسوا الدخان وبيشربوا الدخان بشكل كبير جدا حتى هم دون سن 50. فجاءت الدراسة توصية بأهمية الإنسان يهتم بصحته يبتعد عن الضغوطات النفسية تؤدي أنه يوصل لمرحلة الضغط العصبي، ويبتعد عن الأشياء أو الأكل اللي ممكن يؤدي به إلى السمنة، وبالتالي هنا يكون في وقائيات معينة حتى يبتعد عن الأمراض اللي هي الضغط والسكري وغيره التي تجر بعد ذلك لا سمح الله إلى تصلب الشرايين وإلى يعني الحالات الخطيرة جدا من الأمور اللي احنا تحدثنا عنها. هاي فقط عبارة عن دراسة أكيد هي دراسة مش سهلة ويعني خطيرة نوعا ما تنبئ بالخطر
ولابد للمواطن أن يهتم بصحته وأن يراعي الله عز وجل بهذه الصحة اللي هي أصلاً هي أمانة إحنا مسؤولين عنها أمام الله عز وجل، فعلينا نحافظ عليها حتى نستطيع أن نسير في هذه الحياة كما يرضي الله. هذا ما يتعلق في الأردن. نروح الآن مشاهدين لأقصانا الحبيب، للأقصى الذي لا نستطيع أبداً أن لا نتحدث عن ما يجري في ساحتنا في الأقصى الحبيب والمسجد الأقصى الذي للآن ما زال المرابطين هناك والمرابطات ثابتون صابرون صامدون على ممارسات الصهاينة من اقتحام من اعتقال من مضايقات. نجد الآن كل ما زادت يعني شدة وتيرة الأمر عليهم كل ما زادوا ثباتا زادوا إصرارا، فتحية لهم وتحية لكل المرابطات. وراح نشوف هذا الفيديو مشاهدينا الذي فعلا يعني لما نشوفه وتشاهدوا كيف هذه المرابطة كان لها يعني بقوتها وثباتها أمام المحتل حاول أنه يعني يمنعها من الدخول الأقصى، لكنها كانت هي مصرة. مع هذا الفيديو عن سحر النتشة اللي هي مرابطة من مرابطات الأقصى فلنشاهد. إذا المشاهدين هذا يمكن المشهد يتحدث عن نفسه، لا أستطيع أن أعبر عن مدى يعني الغضب الذي يعترين عندما نجد أن مرابطة وحرة من حرائر الأقصى تتعرض للضرب والإهانة، لكن أخواتها اللي حولها ومن هنالك يعني من الرجال حاولوا أنهم يحموها يعني، لكن تسأل إلى متى مثل هذه الممارسات يعني التي يستمر بها الكيان الصهيوني الذي يحاول أن يستفز مشاعر المسلمين هناك ويستفز مشاعرنا احنا شخصيا. وبالمناسبه يمكن مشاهدينا قضيه التكبير اذا لاحظنا احنا كل مره يعني المرابطين هناك يعني يكثرون من التكبير. التكبير طبعا كما اخبرونا زملائنا في الملتقى القدس الثقافي هي قضيه انه كلما كبر احد مواطنين المقدسين هناك هذه تعتبر عقوبه يحاسب عليها القانون الاسرائيلي، فكانهم ارادوا من كل تكبيره يكبرونها ان يستفزوا مشاعر يستفزوا الكيان الصهيوني، فنقول لهم فلكبروا وكبروا ونحن معكم ان شاء الله، لانه والله احنا يمكن هذا اقل شيء يمكن ان نقدم لهم او يقدمهم يعني برباطهم هذا لحاله سلاح. فقضيه التكبير هي قضيه جدا يعني مؤرقه للكيان الصهيوني، لذلك نجدهم انهم يكثرون من التكبير في كل لحظه. تحيه لهم، تحيه لصمودهم وثباتهم وحفاظهم على قدسيه القدس والاقصى الحبيب. من أخبارنا أيضا مشاهدينا أيضا يتعلق بأمور ربما ما بعرف اليوم أخبار شوي فيها استثارة لمشاعر وغضب يعني عن إيران التي تجسد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بأضخم عمل سينمائي. يعني إحنا كل ما عم نسمع أشياء غريبة جدا، هذا خبر في خبرني يعني، وللأسف الأخبار اللي عم نشاهدها والله مهمة فعلا واللي عم نشوفها قديش مدى خطورتها على الإسلام وخطورتها على ديننا، حيث جاء الخبر أنه أوشك من تجول فيلم الأضخم من تاريخ السينما الإيرانية عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على انتهاء من مراحل الفنية الأخيرة في ألمانيا، يتم بعدها طرحه في دور العرض السينمائية. المخرج طبعا الإيراني يتحدث عن هذا الموضوع أنه هذا راح يكون أكبر عمل سينمائي يجسد فيه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي حرمه علماء
وفقهاء السنة بالإجماع فما أباحه عدد من مراجع الشيعة في إيران ليتم تجسيد هذا العمل وشخصية الرسول صوتا وصورة. طبعا أكيد يعني يركز الفيلم طبعا على مراحل طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحدث عنه بجاء بثلاث لغات، اللغة الفارسية والعربية والإنجليزية. طبعا جدد المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي تأكيده على تحريم تجسيد شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل والأنبياء، ودشن عدد من أعضاء الموقع مواقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك حملة لمقاطعة الفيلم الإيراني، مطالبين الجهات الرسمية من الدول العربية بالوقوف يعني والتصدي لمثل هذا العمل. إذن والله أيضا شيء خطير جدا أنه إحنا نصل إلى مرحلة أنه يقول الفن نعم هو الفن جميل ورسالة جميلة، لكن أن يصل أنه إحنا نجسد فيها لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء يعني والله يدعي منا إلى يعني النفور والغضب والوقوف فعلا. وإحنا نشد على أيدي العلماء بوقفتهم هاي ونطالب أكثر يعني من الوقوف حتى يمنع فعلا هذا الفيلم من العرض، يعني إذا كان هنالك في توجه ديني لبعض الفرق أو الجماعات لأن تبرز شيء، هذا لا يعني أنه هذا الشيء صحيح أو شيء يعني موافق للشريعة. فالأصل أن يكون هناك في وقفة حادة ووقفة قوية أمام هذا العمل الذي يخالف العقيدة ويخالف الشريعة في تجسيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصوته وصورته، لأنه أكيد يعني وسائر الأنبياء لا يمكن لأي بشر أن يستطيع أن مهما كانت يعني من عنده من صفات أن يجسد مثل شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء. من الأخبار أيضا اللي حابين نعرضها اليوم مشاهدينا عن شاب سعودي يتعلق أو يعني يقع في شباك خديعة من فتاة مغربية لكن على الفيسبوك، وإحنا بنحكي الآن عن شبكات التواصل وكم منها بعض الأثار السلبية اللي ممكن يقع فيها الشباب والبنات والصبايا. بنت مغربية عملت حالها ممثلة هندية و استطاعت أن تحيك قصة أنها هي والله حابة تعرف عليها وكذا، وتم التعارف حتى أنه يتم بعد ذلك خطبتها من أهلها، وكانت طول فترة الخطوبة هو يبعث لها بمبالغ مالية هائلة إلى حين ما جاء اليوم اللي بده يروح يذهب فيها إلى بلادها إلى الهند حتى يتم الزواج ويتم الاتفاق بشكل رسمي. تفاجأ أنه بعد فترة هي البنت عمانة مش عم بترد على تليفونها، ما عم موقف حسابها بالفيسبوك وحتى بالواتساب إلى غيره. لما بعد ما تقصى وتحرى وصل الهند هناك عرف أنه وقع ضمن يعني خديعة وضمن مكيد مكائد هؤلاء البنات اللي على صفحات التواصل. فبعدين استطاعوا من خلال تقصي يمكن رقمها وكذا انه يوصلوا لها، واعترفت انه فعلا هي اخذت منها الفلوس، وكانت هي فتاة مغربية وحاطة صورة وهمية، وللأسف كانت صارف المبلغ عم تعمل فيه شرت فيه جزء منه بيت، والجزء الثاني أعطته لأخوها حتى يكمل بناء بيته. فيعني كيف الناس عم بتعيش يعني عم تبني بيوت من أموال غيرهم. فهي وصية والله إحنا موصي فيها شباب إنه الآن معقول إن في ناس عم توقع مثل هاي المصايب، يعني خليهم ينتبهوا، وانتبهوا يا شباب ويا صبايا من هاي القصص وابعدوا عنها كل البعد لأنه قديش لها أثار سلبية على الناحية الاجتماعية في حياتنا. أيضا من الأخبار فيديو أيضا آخر متعلق في مدرسة في مصر، مدرسة حكومية يقوم فيها المعلم بتجربة كيميائية أمام الطلاب. خلينا نشاهد شو صار في هذه التجربة الكيميائية ثم نعود. مرتين ولعبت مرة بس حقك طبال يا سلمى اوعى يا برم من قدامي طلع
المشاهدين احنا نتمنى يكون ان شاء الله كان ما صار اي اضرار للطلاب اللي في الصف ولا حتى كمان الاستاذ، لانه الانفجار صار بشكل قوي. يعني هي وصيه برضه نوصي فيها انه يعني المدارس يعني كمان اللي بدرس ابنائنا في مختبرات مختصه، في اماكن خاصه لهي الامور الماديه الكيميائيه، حتى كمان الاساتذه الاصل يكونوا عندهم يعني درايه واضحه بخطوره استخدام مثل هذه المواد، لانه ما يكون حواليهم طلاب ويكون في وسائل الامن والامان. ان شاء الله اكيد الامان بالله، بس الاستاذ شكله والله يعني واثق من نفسه كثير، يعني حتى قام بهذه التجربه امام الطلاب هيك وللاسف صار انفجار، فشيء خطير. احنا برضه بنحذر وبنوصي معلمينا ومعلماتنا انه ياخذوا باسباب الامان والسلام العام لابنائنا ان شاء الله. من الاخبار برضه المهمه جدا في مدينه نيوز عن وجبه الفطور. وجبة الفطور اللي كثير الناس عم بتستهين فيها وبتعتبر انه الواحد بده اذا خف وزنه انه ما يفطر وما ياكل كثير، بالعكس وجبة الفطور هي التي تتحكم بالجوع. من دراسة طبعا جاءت هذه الدراسة تتحدث عن انه وجبة الفطور تؤدي الى هي وجبة اذا كانت غنية بالبروتينات تتحكم بالجوع لدى الانسان، لانها تقلل من نسبة اذا كان الانسان ما بتناول يعني وجبة الفطور بشكل مستمر، وهي بتتحكم كما قلنا في الفطور. عدم تناول الفطور هذه الوجبة يسبب إلى تقليل نسبة الهرمون الذي يفرزه الدماغ، اللي هو طبعا أو نسبة الدوبامين اللي هو في الجسم. الدوبامين هو كتير مهم عند الإنسان، بالتالي أكيد يعني بيصير في تحكم بنسبة الأكل ونسبة وطبيعة الجوع عند الإنسان. لذلك اللي بيفطر وبيحرص على وجبة الفطور إذا كانت وجبة غنية اكيد هاي لحالها بتؤدي الى انه الانسان يتحكم بنفسه، وبالتالي ما يضله كل شوي زي ما بيحكي الخبر على النقرشات، وبيحكوا النقرشات او اللقمطات الى غيره من احنا بنسميها النقرشات. يعني لهيك احنا بنشوف كثير ناس على فكره اللي ما بيفطروا ما بتمر يمكن ساعتين ثلاثه بالنهار الا بيحسوا بالجوع، بالتالي شعورهم هذا بالجوع بيؤدي كل ساعه والثانيه يشرب ياكلوا شغله، ياكلوا حلويات، ياكلوا حبه شوكولاته، يشربوا لهم عصير محلى من هون، بالتالي عم بيزيد وزنهم. لهيك احنا بنحكي مشاهدينا انه بالعكس اذا افطرتوا فطور كويس اكيد راح يمنعكم انكم خلال فتره الساعات بعد هيك انكم تتناولوا اشياء مش صحيه ومش مغذيه، اللي هي اصلا بتزيد من نسبه الوزن عند الانسان، نسبه الكوليسترول وغيره والدهون عند الانسان. لذلك احنا هي وصيه برضه احنا كثير مهمه نوصي الامهات والاباء والصغار في البيوت والكبار كمان انهم يتناولوا وجبه الفطور لاهميتها على صحه الانسان. اخر خبر مشاهدينا مع هذا الخبر من زاد الاردن بتحدث عن مبادره يمكن شبابيه ليست عندنا هي بس ببلد اجنبي، لكن والله جميله المبادرات ان تعمم ايضا في بلادنا العربي والاسلامي، واحنا اولى الناس ان نكون مطبقين لتعاليم ديننا، يعني نحتدي حذو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه ونحتدي حذو الناس الصالحين في كل شيء. هاي المبادره عن انه اخين من الاخوان بيحولوا سيارتهم الى مغسله لتنظيف ملابس المشردين، يعني عندهم سيارة. هؤلاء الشباب شافوا يمكن احنا بنحكي الخبر يعني بيحكي انه كثير من السلبيات في مجتمعاتنا تكون متواجدة ونكتفي بمشاهدتها والحديث عنها دون ان نفكر في وسيلة لتحسين هذه الاوضاع التي لا تعجبنا، لكن لم يفعل هذا الاخان مع مثل باقي الناس، بل هم قاموا بالمبادرة باصلاح اوضاع الناس. لذلك قاموا فكروا انه عندهم سيارة خاصة كبيرة، حولوا جزء منها الى مغسله بيقوموا فيها بتنظيف ملابس المشردين وبيحضروا لهم زي ما لهم مأوى ولا لهم مكان يعيشوا فيه حتى يحسنوا من او من ناحيتهم الصحيه. لذلك يمكن بيحكي الخبر انه كثير ناس كانوا ما لهمش لا مأوى ولا بيت وكانوا مشردين فعلا ذهبوا الى هذول الى هذه المنطقه ولهذه السياره، وبالتالي تم تنظيف ملابسهم واعطائهم ملابس نظيفه وكان عنايه فيهم من ناحيه صحيه. فاحنا بنحكي بغض النظر شو هي طبيعه هذه المبادره مدى امكانيتها او لا، احنا بنحكي بشكل عام انه جميل انسان بدل ما تلعن الظلام كما يقول مثل اوقد شمعه، بدل ما نحكي كل شيء سلبي في مجتمعنا وظاهرات سلبيه وهنا في وسخ وهنا ما في ابصر ايش وهنا يعني كلها بس نقد نقد، الاصل الانسان عنده قدره ان يعني يجد الحلول، فليكن مواطن صالح ويعني يقوم بتطبيق هذا الحل حتى يكون ان شاء الله مبادرين وتنعم ان شاء الله حياتنا كلها باذن الله بالخير والسلامه والصحه. اذا مشاهدينا احنا لهون نكون انهينا جولتنا في اخترنا لكم، نتمنى ان شاء الله تكون طابت لكم ونالت اعجابكم ما قدمنا لكم اليوم. بعد الفاصل مباشره مشاهدينا احنا مع ميس عبده حتى تقدم لنا هذا الطبق من المهلبيه، لانه احنا اكيد بنعرف انه الاجواء هلا اجواء يعني الشتاء النفس بتطلب الاشياء الحلوه والزاكيه واللذيذه، فخلينا نشوف هاي الوصفه علها تعجبكم يا سيداتنا ومشاهداتنا وتطبقوها في البيت لابنائكم. تابعوا، اهلا وسهلا فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مطبخ ميس. اليوم إن شاء الله رح نعمل مهلبية فاخرة، مهلبية فيكم تعملوها بكل المناسبات، كتير رح تنبسطوا عليها. نستعرض المقادير، عنا هون قشطة، زبدة، عنا حليب، بودرة الحليب المجفف، في عنا كمية من النشا وسكر، وعنا كمان مطيبات مستكة مطحونة مع شوية سكر بودرة، وعنا ماء الزهر، وطبعا في عنا المي. نبلش الوصفة، جدا سهلة وكتير رائعة وفاخرة عن جد. هلا عندنا هون رح نحط المي، طبعا بطنجرة، يفضل تكون ستانلس أحسن تعطي نتيجة أفضل. هلا هون رح نحط الحليب البودرة، ورح نحط النشا، ورح نحط السكر، ونحرك شوي. طبعا هاي أعزائي المشاهدين فيكم تعملوها قبل بيوم، بتخلصوا من مرحلة أو من طبق حلو ممكن تقدموه لضيوفكم، بنفس الوقت بتطلع كتير طيبة، بتطلع باردة وماخذة راحتها في الثلاجة. هلأ رح نضيف باقي المكونات، القشطة، كمية من القشطة، ورح نضيف الزبدة، هلأ طبعا ماء الزهر والمستكة آخر مرحلة بعد ما تغلي على النار بنضيفهم، على أساس إذا ضفناهم من الأول أو من البداية رح تخف نكهتهم. هلأ بنحطها على النار، على نار متوسطة، وبنستمر بالتحريك بهذا الوسك أو هاي الخفاقة لا تجمد عنا، ونطفي تحتيها ومندير المستكة وماء الزهر، وكمان نستمر بالتحريك على اساس المستكة ما بدنا اياها تتجمع بس بمكان واحد، ونفرجيكم ان شاء الله النتيجة. اهلا فيكم من جديد اعزائي المشاهدين، هيك بنكون بالمراحل الاخيرة بمهلبية المناسبات. هون زي ما حكيت لكم حطيتها على النار عبال ما تماسكت بفعل النشا، درت الماء زهر والمستكة، وهلأ بدنا نسكبها بالكاسات. طبعا صارت الزبدة أعطتها لمعة، ورح تعطيها كمان طعم طيب مع القشطة. طبعا اذا بدكم تعملوها قبل بيوم لازم تغلفوها بعد ما تبرد بالنايلون، على اساس انها ما تاخذ من نكهه او يتغير طعمها. حتى اذا اجاكم ضيوف فجاه، يعني ممكن تلاقوها من الوصفات الكتير فاخره وبنفس الوقت سهله، سهل اعدادها ومكوناتها متوفره بالبيت. طبعا فيها مستكة وفيها ماء زهر وشي عربي، اكيد بنلبق له الفستق الحلبي. هلا اعزائي المشاهدين رح نحط فستق الحلبي على الوجه، فيكم كمان تعملوا هيك اللي عنده نوعا ما رواق لوز وفستق باشكال معينه، او بعطي منظر حلو برضه. رح نحط احنا فستق حلبي،
وبهيك أعزائي المشاهدين بنكون أنهينا طبقنا اليوم المهلبية المناسبات. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم عبر صفحتي اللي بيظهر أسفل الشاشة على الفيسبوك. بتمنى كمان تبدوا لي آرائكم حول وصفاتي إذا بتعجبكم أو لا، وإلى اللقاء. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، رحب فيكم من جديد. واحنا بالاجواء الماطره واجواء البرق والرعد الكوني، اكيد احنا حديثنا اليوم استكمالا لموضوع المحاذير الزوجيه واستكمالا لموضوع الرعد والبرق في الحياه الزوجيه. حبينا نكمل اليوم مع الدكتور قمر القيمري حديثنا عن هذه المحاذير وحديثنا عن الاجواء اللي احنا اكيد الاجواء الكونيه جميله، لكن ما بدنا توصل للرعد والبرق واللي يؤثر على الحياه الزوجيه زي ما احنا علمنا المره السابقه. وكان الدكتور قد أخرج لنا بطاقات حمر، البطاقة الأولى عن موضوع عدم المصارحة الزوجين لبعضهم البعض قد يؤدي ذلك إلى المشاكل فيما بعد، وقضية التدخل من الآخرين سواء من دار الحما وغيرها من الناس. هذه بطاقات اللي الأصل أنه لا تتجاوز أو لا ترفع حتى تستمر الحياة الزوجية. لهيك إحنا مشاهدينا حبينا نكمل مع الدكتور اليوم يحدثنا عن بعض هذه المحاذير الأخرى والبطاقات الحمراء التي أيضا هي تشكل خطر على الحياة الزوجية. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور. أهلا وسهلا بك أستاذ سلام. الله يحييك. الله يحييك في هذا اليوم الخير المبارك. آمين يا رب. بإذن الله تعالى يوم المطر، وإحنا من يوم تحدثنا عن البرق والصواعق في الحياة الزوجية. صحيح. الحمد لله رب العالمين، ربنا أنعم علينا بالأمطار. أكيد طبعا. وإن شاء الله، لكن إحنا ما بدنا نصل إلى درجة الصواعق. أيوه بالضبط. أكيد. زي ما بتذكر المشاهدين وزي ما تفضلت في البداية إحنا نذكر ببطاقتين. طيب دكتور احنا بس ما بدنا ناخذ هذا الفاصل البسيط ثم نعود. اذا فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود لكم. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، احنا معكم الان مع الدكتور قمر القامري حتى يحدثنا
عن الرعد والبرق في الحياة الزوجية. دكتور احنا توقفنا عن النقطتين السابقتين، نعم، لان نكمل ما هي المحاذير الزوجية. طبعا بالطبع زي ما تفضلت في البداية، نعم، احنا نذكر بانه بالبطاقة رفعناها الاولى اللي هو اخفاء احدى الزوجين او الاسرة بعض الموضوعات التي تهم الطرفين. تمام. رفعنا بطاقة ثانية قلنا تدخل الاخرين في الحياة الزوجية خاصة في حياة من طرف الحموات. نعم. هذه البطاقتين بقي عندنا، نعم، بعض المحاذير او الصواعق اللي ان شاء الله ربنا يعني يبعد أمين الناس عن هذه ان شاء الله. واحنا طبعا احنا بننوه للساده المشاهدين اي استفسار اي استشاره ايضا، نعم، احنا بنرحب باتصالاتكم مشاهدينا عبر الهاتف عبر المشاركه في هذا البرنامج معكم الدكتور قيمر القيمري مباشره حتى يجيبكم عن اي تساؤل فيما يتعلق، نعم، بالحياه الزوجيه باذن الله تعالى. الان البطاقه الثالثه، نعم، اللي احنا قلنا هي بطاقة خطيرة ومهمة جدا بقدر ما هي بتصنع لنا الحياة الإنجابية. نعم. العلاقة بين الزوجين اللي هي العلاقة الجنسية أو العلاقة الحميمية. ربنا سبحانه وتعالى وضع لها ضوابط. نعم. لأن متى تتحول إلى صواعق؟ تتحول إلى صواعق إذا الرجل عرف إنه اللي أمامه مش إنساني. ليست نرجسية، نعم، ولا ترتموا على نسائكم كالبهائم. الإنسانة الأنثى التي ارتبط بها الزوج بحياته هي إنسانة ربنا سبحانه وتعالى أودع فيها إنسانية الحياة وإنسانية الأمومة. نعم. لذلك إذا تحولت العلاقة الجنسية من الرجل إلى الست وهي زوجته شريكة حياته إلى علاقة حميمية بهيمية بنقول إحنا تحولت العلاقة الزوجية إلى علاقة غير طبيعية بكون فيها خطر البطاقة الحمراء. صحيح. وأنا أذكر بهذا المعنى يعني من القصص التي أذكرها أن إحداهن في صباح يوم الدخلة نزلت وركبت السيارة وروحت عند أهلها. ما بدي أدخل بالتفاصيل بس قالت عبارة بتكمن في هذا الجانب اللي بقوله، تقول الحياة مرعبة. نعم. الحياة مرعبة، ليس هكذا أراد الله سبحانه وتعالى للرجل أن يتنعم ويشبه حياته الجنسية بالقدر الذي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إياه، ولكن بالطريقة التي يحترم فيها إرادة الأنثى. نعم. بالقدر اللي إحنا بنقول في نفس الوقت إنه الزوجة في عندما يكون في عندنا يعني حاجة الرجل لإشباع الحاجة الجنسية أن تطيعه في إشباع الحاجة الجنسية أن لا تمتنع في ذلك لأنه حق هذا للزوج على زوجته. صحيح. فإذا كان هناك امتناع ولفترة زمنية طويلة عاش الرجل في غربة. وأي غربة؟ غربة في بيته وغربة في الحياة الجنسية، فتتحول الحياة الزوجية إلى حياة الحياة الطلاق. كذلك كده ناهيك دكتور عن الأثار السلبية لهذا الموضوع، يعني قد يكون تفكك أسري تفكك عائلي ما في مشاعر ما في عواطف بين الطرفين ينعكس أيضا على الأبناء مش هيك؟ بطبيعة يعني ممكن يكون الحال. أكيد يعني علاقة مش سوية يعني بالنهاية وقد يؤدي يمكن ذلك إلى الطلاق أو حتى إلى أمور أخرى. يعني أنا حتى تحدثت أستاذي السلام عن الفترة التي في الأيام الأولى من الحياة الزوجية فيما بعد استمرار حياة زوجية بالشكل الذي لم يرده رب العالمين وبالطريقة البهيمية أكيد. بطبيعة الحال بدها تنعكس على الأولاد بالانحراف وعلى المرأة نفسها نحن وعلى المرأة النفسية إذا من أول الدخلة الآن هربت من بيت الزوجية لأنها وجدت أن الحياة الزوجية وليس هذا هو بالمضمون اللي أراده رب العالمين. فالحياة الزوجية بهذا المنحة بهذه العلاقة الجنسية إحنا بنقول جميل الإشباع الجنسي بين الطرفين لأن ربنا سبحانه وتعالى من أحد العوامل الأساسية التي أوجدها بين الشريكين الإنجاب العلاقة الجنسية السليمة الصحيحة الشرعية التي أرادها رب العالمين. لكن بالطريقة الشرعية أيضا وليست بالطريقة البهمية. نعم. إذا تحولت العلاقة الزوجية الحميمية بهذا الجانب تحولت إلى علاقة بهمية وفقدنا قيمة البيت وفقدنا نرجسية البيت، وإذا صار في عندي أبناء صار في عندي الأبناء انحراف. ونرجع كمان مرة بنقول إذن لما الزواج؟ إذا كانت القضية بتكون لها لما الزواج؟ بالعكس هو دمار للزوج ودمار للزوج ودمار للأبناء أيضا فيما بعد. هذه البطاقة الحمراء الأخرى. البطاقة الأخرى من يتحمل المصروف في البيت؟
على من يعني النفقة يعني النفقة والاقتصاد والمصاريف هذه اللي مع غلاء الحياة المعيشية عم يعني بتكتر هذا البطاقة. احنا بنقول تربويا اللي بيمسك المصروف في داخل البيت من فضله أيهما أكثر ضبطا. نعم ما بدنا تعنت يعني. أنا بنقول الرجال قوامون على النساء تمام صحيح. رائع. لكن قد تكون الست البيت أكثر قدرة على الإنفاق. وين كمان. المشكلة صحيح. وين المانع إذا هي تصرفت في أمور الاقتصادية للبيت؟ نعم. لأن وين الصاعقة؟ الصاعقة إذا كان الرجل بخيلا على الإنفاق على بيته على بيته الزوجة والأبناء مع أنه عنده إمكانية أنه يصرف. إحنا بنقول مرتاح ماديا لكنه لا إسراف ولا تقتير. لكن إذا ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك من فضله فلما لا تنعم على زوجتك ولما لا تنعم على أبنائك وبناتك ولما لا تتصدق؟ إذا حصلت هذا المنحة من البخل من الرجل فإحنا بنقول صار في عندي في البيت حياة زوجية غير سليمة تحتاج إلى صاعقة وبطاقة حمراء. صحيح. بالمقابل في عندنا مثل بالعامية كتير بنسمعه أيام والله لليوم حد بنقول بدي أقول والله لن تفريشه الست بتقول صحيح. للرجل بيبقوا يتحدث النساء من بعض انت فريشه قصص جناحاته قصص جناحانه ليش انت فريش الجناح؟ قال عشان ما يتجوز ما بتجوز عليك طوله انت ماخذ هالمصاري وماخذ الموجود جوزك معوش مصاري يتجوز ما بتعرف انه امكانيه ان يتزوج الزوج امكانيه متاحه حتى لو وجدت الاموال المحدوده والبسيطه تمام. لكن يعني أنا من الحالات اللي بتذكرها تروح ست تروح تشتري 3-4 كيلو لحمة وتحطهم بين طنجرة وتغليهم مرة واحدة في طبخة واحدة ويطلع اللحم عنه. ليش؟ قال خليه عشان هذا ناكل منه شوية بنكبه ونجيب كمان وبنجيب كمان بضلوا مصاريف رايحين للهواء. انتقام الشغلة بدها تحاول تخلص من زوجها. تنتقم من من أستاذ السلام؟ تنتقم من زوجها. لكن شوفي الجهل إذا تحولت الأنثى أو الست إلى امرأة جاهلة فإنها لا تؤمن لا في البيت لا على الزوج ولا على الأبناء ولا الأخرين. فصار عندي صاعقة الآن محرورة تنتين. بنقول العامل الأساسي للرجل اصرف على بيتك بالقدر اللي ربنا أعطاك إياه وأنت يا ست قدري حياة الرجل ولا تزني ولا تغني. لأنه هي مشكلة كبيرة قضية أنه عدم التدبير المنزلي سواء كان الرجل حتى لو كان هو يعني مثلا شافته كريم وسخي الأصل هي أنها تقوم تضبط للأيام السوداء اللي ممكن ربنا أولادنا نربيهم عندنا مصاريف عندنا التزامات فالأصل هي ما تجعل الموضوع مفتوح. سلام في بعضهم بيكون مدخوله يومي يعني مدخوله يومي مو شهري يعني مو راتب. أحدهم سائق رجع في ذلك اليوم بتعرفهم بيعتمدوا على الضمان هذول نعم. فبتسأله شوفوا بعد ما 14-15 ساعة ويرجع على البيت وحامل بالقدر اللي ربنا أعطيه شو ضل معك اليوم مصروف؟ لها 4-5 دنانير. معقول 4-5 دنانير؟ معقول 14-15 4-5 دنانير؟ الرجل معصب وعايف حاله ومروح من 15 ساعة شغل وصادق وهو الأخري بيقول لي ما جيت رميت عليها الطلقة الأولى. نعم طيب احنا خلينا نكمل هاي القصة ونحكي فيها أكثر بالتفاصيل بس بعد الفاصل بعد إذنك بعد في المجال. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود لكم خليكم معنا. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، ومعكم ما زلنا مكملين مع الدكتور قيمر القيمري يحدثنا عن الصواعق والرعد والبرق في الحياة الزوجية، وكنا قد توقفنا عن نقطة الإسراف وعدم التدبير المنزلي سواء من الرجل أو المرأة، وإحنا بانتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم بهذه الفقرة. أهلا وسهلا فيكم. إذا دكتور وقفنا عند نقطة أهمية الموضوع، أنه ثقافة الفهم عند المرأة عند الرجل، ثقافة الوعي عند المرأة. قد يكون زوجها في حالة جيدة، نعم، لكن ربنا سبحانه وتعالى لسبب أو آخر تدهورت الحياة المادية. شو الحل؟ أترك الزوج، أترك الأبناء، هذه مش حياة زوجية مزبوط. ولا تشاركية. احنا في بداية الحلقة لما قلنا الحياة الزوجية عبارة عن مشاركة ورضا، نعم. طب وناخد بالعكس، انه مو احتمال كبير جدا انه يكون الحياة الزوجية الزوج حياته بسيطة والدخل المادي بسيط وربنا سبحانه وتعالى يعطيه من فضله. صحيح. يعني كم من الإجازات اللي صارت انتهت على موضوع المادي، كان له دور كبير جدا. وكم بكل صدق وأمان، كثير من الأحيان وأنا ماشي في الشارع بيبقوا يكونوا يحكوا مع بعض، لمين هذه العمارة؟ يقول له هذه لفلان، يقول له هاي بياع الترمس. بيستغرب شو ماله بياع الترمس؟ بياع الترمس وسائق السيرفيس والمصور في القناة الفضائيات واللي بيشتغل في إذاعة واللي بيشتغل في كذا ومعلم المدرس المبتدئ وعامل البطون وعامل النظافة، هدول كلهم بشر ناس طبعا. لكن لو أنت تصبرين وتتيحين له المجال لأن يطور حياته الاقتصادية، إذا كان يشتغل 4-5-6 ساعات وراح في شفت ثاني واشتغل كمان شفتين ثانية، ربنا سبحانه وتعالى بيمد في من هذه الأرزاق، وبالتالي بتصير أنت في حالة ميسرة. وكثير دكتور سمعنا قصص زي هيك، بيكون بداياتهم بسيطة جدا وبعدين مع الوقت والزمان وصبر الزوجة ودعمها لزوجها التحمل بيصير ما شاء الله وضعهم كثير متميز. ربنا سبحانه وتعالى يعطي الرزق لمن يشاء، لكن مما يعطي الرزق للإنسان اللي بيصبر. صحيح. اللي بيتحمل. صحيح. الموجود من الجهل اللي مثلا العبارات التي تطلقها الزوجة أحيانا، يا ريتني لو أخذت فلان. صحيح. هذا فلان ما كان يقولوا لي عنه، أنا قلت لا بدي أخذ فلان. صحيح. يا ريتني أخذ فلان، ضربت على عيني وأخذت فلان. لو ضربت على عيني ما كان يوم كذا إلا أخذت كذا وكذا. وبتقولها أحيانا بعض مرات تكون في جلسة خواتها ناس جماعة ناس أولادها جماعتها الأخري. طب احنا لو جبت دولة انا اخذها الامور بالنتيجة عكسية، انت انت تتمني لو انت اخذت فلان بعد 4-5 سنوات بتضمني انك لو اخذت فلان يأتيه الرزق كما لو تطور زوجك بالحياة المادية؟ صحيح. بالعكس ما حدا بيضمن شيء، لكن تصبرين مع زوجك وتضحين مع زوجك وعامل اقتصاد ونفق الانفاق الموجود في داخل البيت الاولاد بتعلموا، والزوج ايضا كمان بيصير عنده احترام وتقدير لهذه الإنسانة. نتخيل الان انه البيت كيف لما نشأ تدريجيا كم سوف يقدر الرجل وتقدر الزوجة الرجل فيما لو الاثنين بنى حياتهما من حياة بسيطة. نعم. وليست أكيد. حياة رغيدة. نعم. نكمل دكتور معك بس بعد انك هذا الاتصال، ومعنا احمد نيروخ. اهلا وسهلا فيكم احمد صديقة البرنامج، حياك الله. حياك الله، حيا ضيفك الكريم. أهلا وسهلا فيك. على موضوعكم الحلو. الله يحلي أيامك يا رب أحمد. أحب أشارك فكرة صغيرة. طبعا منشرف بمشاركاتك أحمد، وأنت ما شاء الله عنك عندك أبناء كبار وعندك تجارب يعني الموضوع. أهلا وسهلا. بالنسبة للزوجة أنها لازم تكون مثلا متعاونة مع زوجها حسب ظروفه حسب المادة. بعدين لما تجي مثلا اليوم معاه ليرتين أصرف ليرة وأخذت ليرة يعني للزمن. بعدين الزوجة الصالحة هي إذا أذاها زوجها صفحت، نعم. وإذا جاءها مهموما سمعت، نعم. وإذا أعطاها كثيرا حمدت، وإذا أعطاها قليلا اقتنعت، وتصبر على كل شيء، ومهما حصدت الشوك تبقى تزرع الورد. ولا بد الحياة إلا فيها هيك وهيك، مش دائما يعني نحكي الزوج الزوج الزوج، ربما أنت كمان تكوني مقصرة في أي شيء. ما شاء الله عنك يا احمد، انت كونك يعني ما شاء الله عنك ست يعني عندك ابناء كبار، اكيد انك عشتي حياه طويله فيها هيك وفيها هيك. والله صح الحمد لله. شو بتنصحي انت كنايلك، تنصحي بناتك طيب انت بهاي؟ والله دائما بقول لهم اصبروا، يعني انا مريت في ظروف ما يعلم فيها رب العالمين، ولكن عديتها، وبنتي درس جامعه واهل الخير ساعدوني والحمد لله، واولادي كلهم متزوجين، عندي ولد بس ما شاء الله، والحمد لله رب العالمين. لم
أشعر أحد بأني أنا ظروفي تغيرت أو صار عليها أي شيء تاني. وبحب من طريقكم أبارك لأولاد إخواني التنين معاذ محمود الجالودي وأسماء محمود وأسماء عبد الله الجالودي، دعت قرانهم التي صادفهم الجمعة. الله يبارك لهم يا رب إن شاء الله. وأتمنى لهم السعادة الزوجية. ألف مبروك إن شاء الله، ويا رب تكون دياركم عامرة إن شاء الله بالخير والسعادة. أحمد نيروخ الله يحييك يا رب. إذا يعني هي مشاركة ما شاء الله عن الأخت نفسها. هي شغلت إنه الحمد وشغلة القناعة. هي تحمد في كلا الحالتين ثم تقتنع بما هو موجود. نعم. هذا تفضلت به أم أحمد، واللي إحنا بنقولنا الصبر والتحمل وعدم الزن والون أو عدم إنه لو أخذت فلان ولو كذا، نبتعد عن كل هذه الجوانب. نعم. وإلا في الأخير يعني في شغلة أخرى، لو ضغطت عليه أكثر من الضرورة، نعم، للأسف الشديد ممكن مش يستدين فقط، ممكن يسرق، يتحول لأشياء سلبية، يعني يتحول يعني. الزوج، شوف الزوج ربي الأسرة المربي اللي عنده زوجة وأبناء أن يتحول إلى سارق أحيانا، وخاصة في ظل طبعا عدم وجود الروح الجانب الديني، الوازع الديني، أكيد الوازع طبعا الديني. أكيد. الوازع الديني لما يكون موجود، ولا لو تجي مين مكان موجود في داخل البيت ولا ما بيغير يؤدي إلى انحراف، لا يمكن، لأن هذا وازع داخلي دين ربنا سبحانه وتعالى أودع يعني فيه. يعني يمكن يرتشي لا سمح الله، أو يقوم بعمل حالات نصب واحتيال على الناس، واحتيال ونصب وسرقة وأقلها الاستدانة، والاستدانة هي أهم في الليل وفي النهار. كنا نرجع إحنا صراحة للموضوع الاختيار الصحيح والسليم من البداية. تمام. يعني الرجل أن يتخير الزوجة المناسبة له، وكذلك هي، حتى أنه يتفادوا مثل هذه الأمور التي قد تعصف وتقصف يعني بالحياة الزوجية. هذا صحيح اللي إحنا قلناه في بداية الحلقات، أنه دائما أسس الاختيار السليم القائمة. نعم. بين الزوج وبين الزوجة أسس الاختيار السليمة، أنه هي يعني يعرف مستواها الاجتماعي والاقتصادي. صحيح. يعني خلينا أقول، أنا دائما بيقولوا التكافؤ بنقول لهم، أنا بشبه لهم بقول لهم زي ولد بده يودي على مدرسة. نعم. إذا بدي المدرسة الفخفخة الموجودة وأنا في مستوى اقتصادي وسط أو دون، وديته على مدرسة فيها مستوى اقتصادي كبير، نعم، الأولاد في داخل المدرسة أدواتهم المدرسية وأكلهم وشربهم بمستوى اقتصادي معين. نعم. بدي افترض انه انا الولد اللي جيت الان من الاسره قال ايش ممكن اسوي؟ معي بالقدر ربنا سبحانه وتعالى قدر اهلي فيه من الساندويش او من الاكل. نعم. لما اطلع ان الابناء عندهم مستوى اقتصادي منيح، بدها تمتد يد ابني على الادوات اصحابه في الصف او في المدرسه. نعم. فبالتالي التكافؤ دائما ضروره من ضروريات الحياه، ضروره في داخل البيت، ضروره في اختيار الحياه الزوجيه، ضروره في اي شيء. فاذا كان عدم التكافؤ موجود من الاساس في عدم اختيار الزوج الصالح والزوج كذلك، الحياه الزوجيه بتؤدي. نعم. لهذه البطاقات اللي عم نتحدث. نعم. عنها. نكمل هذه البطاقه. بطاقه اخرى، الاكراه في الزواج. نعم. الإكراه في الزواج، إحنا دائما بقول الإكراه صاعقة ومشروع الطلاق. يعني ما بعرف لحد الآن ما زلنا وديننا نهانا عن ذلك. نعم. لحد الآن ما زال كثير من الأسر بتقول ابن العم بنت العم، ابن الخالة بنت الخالة. يا سيدي يعني بهالمنحة هاي، أنت الآن لما بدك تجبر ابنك أو بنتك على هذه البنت أو الابن، انت اللي بدك تتزوج ولا. نعم. الولد ولا البنت. صحيح. نسبة لا بأس بها ممن أكره على الزواج، ممن أكره على الزواج كانت نتيجتها الطلاق للأسف الشديد. البطاقة الحمراء اللي قبل الأخيرة. نعم. إن نجبر أبنائنا على على الزواج ممن هم لا يرضون أو ممن هم لا تستسيغ لهم الأنفس. نعم. البطاقة السادسة، أن يتحول البيت إلى معسكرين. نعم. مين مع أبوه ومين مع أمه؟ هاي نقطة كثير بنشوفها ومشاهدها. وهذا أسلوب تربوي بحسبه الأهل إنه في البداية سهل وبسيط. وهو إحنا وهم صغار الأولاد يعني في عمر 5-6 سنوات، العبارة السارغة مع الأب والأم، مين بيحب بابا؟ يرفع إيده. ارفع إيده. صحيح. مين بيحب ماما؟ ارفع إيده. والمشكلة الأكبر، شوف الأسلوب التربوي عند الصغار اللي بدنا نبنيه على خطأ، تجي احد البنت تكون امها معنفتها او الاب معنف، انا ما بحب ماما ولا بدي احبك يا ماما،
مش انت هيك وهيك او واحد ثاني كمان انا ما بحب بابا. يعني استغلال عاطفه الابناء ضد بعض يعني هيك ضد الزوجه والزوج. استغلال براءه الاطفال هو ما بيعرف ما مفهوم المعسكر. لكن نعم. احنا عم نبني فيهم بنقسم عمليه التقسمه التفرقه تدريجيا وهم صغار. نعم. مجرد ما نسالهم هذا السؤال كانهم بنقولهم البيت صار في عنده معسكرين، معسكر يتبع الاب ومعسكر يتبع الام. طيب لما يكبروا لما يكبروا من بيبدا الكذب لانه احدى الاب او الام بده يغطي على الولد والبنت. اذا غاب من اذا غاب او غابت من البيت غاب من البيت بقول له انا اخذت اذن من ماما. نعم. اذا هو من اذا هو كان من انصار ماما الازدواجيه بتخلق مشاكل يعني مشاكل كبيره بالاباء. المصروف التاخر في البيت بيضيع البيت لانه احنا منذ الصغر قسمنا البيت الى معسكرين. نعم. نعم. والمشكله الاكبر انه لما يرتقي يروح للمدرسه وللكليه وللجامعه وللمجتمع بنغرس في ذهنه شيء اسمه الفتنه والانقسام والتعصب الى كثير من المعسكرين. واستاذنا الفاضله يعني اللي بيحصل في الملاعب الان واحنا قلنا العنف في المدرسه والكليات والجامعات احد اسبابه الاساسيه احنا عندنا من الطفوله غرسنا عند الطفل شغله اسمه انت مع مين وضد مين، مع مين وضد مين، سمعها وكبرت في عقله وتصرف بهذا الشكل الموجود. طيب بعد اذنك ناخذ الاتصالات اللي الان جاءتنا. ام عباده السلام عليكم. ام عباده من عمان. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية أخت سلام. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك، الله يحييك يا رب. بس مثلا في ممكن مجال المشاركة يعني. تفضلي. نتشرف، أهلا وسهلا فيك، تفضلي. يعني حقيقة الموضوع يعني جدا مؤثر ونحن بحاجة إله، يعني باختلاف الثقافات باختلاف المناحي جميعها يعني. نعم. لكن بتخيل إحنا وصلنا لمرحلة إن الأصل لازم يكون في عنا خلينا نقول حياد داخلي انه نبتعد عن الصوره النمطيه اللي تربينا عليها في نظرتنا للزواج ونظرتنا للزوج ونظرتنا للحياه يعني. اكيد طبعا. لانه فعليا احنا فوارق الاجيال هاي ما عم نراعيها. وبنفس الوقت يعني ما بنسمح مجال للجيل الجديد انه يتعلم منه الصح، يعني فاحنا اذا ما كنا قدوه حقيقيين امامهم في الزواج كيف بدهم يصير حياتهم الزوجيه صحيحه يعني. صح فعلا كلامك صحيح. اذا دكتور يعني يمكن شاطرك الراي اكيد يعني في كلامك. اختي ام عباده يعني تفضلتي في اللي احنا قلنا التكافؤ واختلاف الثقافات، هذه والصوره النمطيه اللي كانت موجوده في فتره زمنيه معينه لا تصلح في عام 2010 و2010 و2014 وما هب والدب. نعم. لكن اختي ام عباده قد تشاركين الراي يعني في جانب، اذا الحياه النمطيه بدها تكون في حياة للزواج سعيدة أكثر من الحياة المعاصرة المنفتحة اللي بيكون فيها الخطيبين لس بعد الساعة 12 والساعة 1 في الليل وبرجعوا ثم بعد 4-5 أشهر يقولوا ما تفاهمنا. صحيح. أنا بعتقد في مثل هذه الحالة بنقول لا والله النمطية أفضل. نعم. إذن إحنا ضد النمطية. نعم. ضد النمطية، لكن إذا بدي أوازن بين النمطية وأشوف إنه هذا. نعم. الشاب والبنت في حالة معينة إنه بده يصير في تسيب. أكيد. لا بضل. مع بعضك مشكورة على اتصالها، هي كونها تتحدث عن موضوع الفوارق مهم نراعي الفارق وبين مد وجسر نحاول نكون يعني إحنا بالموضوع. في الثقافات. طيب. ما في شك. معنا اتصال آخر إلهام المزرعاوي، أهلا وسهلا فيك إلهام. السلام عليكم طالبتي. كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. وأنت طالبة الدكتور، أهلا وسهلا فيك، الله يحييك يا إلهام. تفضلي يا إلهام. دكتور بدي أحكي عن نقطة، إنه الإنسان إذا تربى في بيت في عدم ثقة موجود بين الأم والأبو، هذا الإشي رح يزعزع ثقة الطفل بنفسه، رح يصير شاب غير سوي وغير واثق في نفسه. هذا رح يأثر اجتماعيا عليه، وإذا تأثر عليه اجتماعيا كمدارس في مجتمع مدرسة رح يصير في عنا ناتج سلبي أكاديميا حتى عليه كطالب، لأنه رح يفقد التعامل السوي مع أصدقائه، ممكن يصير عدواني، ممكن يبطل يتعامل صح مع معلمته. فالتنشئة الاجتماعية في البيت بتعول عليها كل شيء كنجاح أكاديمي، نجاح مهني في المستقبل، وبالمقابل أيضا يبني أسرة سعيدة. نعم. إذا إحنا إلهام نشكرك على هذه المداخلة القيمة، وأكيد أنت طالب من طالبات الدكتور، مش حياك الله. طيب إذا إحنا دكتور إحنا قربنا انتهاء البرنامج، دقيقتين معنا بالتحديد. دقيقتين. طيب. إلهام. نعم. اللي تفضلت. نعم. فيه التنشئة الاجتماعي داخل البيت نتحدث عنه ينشأ. نعم. في ظل واقع اجتماعي يعني محدود. نعم.
الان احنا نحاول نطلع بتوصيات ولا ما زال معنا بقى؟ لا هي ضلت شغله واحده، اسلوب بطاقه اخرى، اسلوب دعني وشاني. نعم. انه كل واحد يسوي شغله غلط ما الك فيه، لا الك فيه ما الكش فيه، اللي هو اسلوب دعني وشاني. نعم. بطاقه حمراء بيؤدي الى الطلاق. التوصيات. نعم. التوصيات اول شيء اسس الاختيار السليمه في موضوع مشروع الزواج. نعم. اختار وتختاري ضمن الاسس اللي ربنا سبحانه وتعالى اوضح لنا اياها. جميل. ناحيه ثانيه انه نقول للاب والام وللحموات، بالذات للحموات اللي قلنا 50% من حالات زوجنا، انت دائما وابدا اعتبري الشاب او البنت وحدة عينك اليمين وحدة عينك الشمال، وتركيهم لحياتهم الزوجية يعيشوا، وأكيد إذا كانوا هم سعيدين أنت بتكوني سعيدة. صحيح. الجانب الآخر على بد من أن نقيم البيت على أسس اجتماعية واقتصادية وروحانية جيدة وطيبة متوازنة، لا فيها انحراف نحو اليمين ولا انحراف نحو اليسار. عملية الضبط الاجتماعي والضبط الاقتصادي بين الزوجتين والتحمل ما بين الطرفين بيؤدي إلى وجود عدد من الخضر الآن. أيوة. الخضر. البطاقة الخضراء، إنك الأب الأب يفهم زوجته وإزاي الزوجة تفهم زوجها. نعم. ويصبروا على الحياة المعيشية اللي ربنا سبحانه بعث لهم إياها، وبالتالي بتكون بإذن الله تعالى حياتهم كلها خضراء وبساط أخضر إن شاء الله. إذا نحن دكتور بهذه الحوارية الرائعة اللي كانت على مدة أسبوعين تقريبا، نشكرك جزيل الشكر على ما قدمت لنا من هذه التوصيات. أكيد يمكن الموضوع يعني، وأنا أعتقد أنه كان يلامس فعلا يعني حياتهم وحياة الأسر بشكل عام. نتمنى دوما نلتقي بك بمواضيع أخرى أيضا تلامس أسرنا وحياة الحياة الزوجية. شكرا لك يا أستاذ السلام على الحوارات المعمقة اللي فتحت كثير من النقاط التوجيهية للأسرة، وهذا منحانا جميعا الهدف واحد، بناء أسرة سعيدة. صحيح. بإذن الله تعالى. شكرا مرة تانية. الله يحييك دكتور، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، ونتمنى دوما إن شاء الله تكون حياتنا بعيدة عن الصواعق والرعد والبرق، وتكون الحياة الزوجية حياة هانئة بكل ما فيها، يعني تحمل معنى الود والمشاركة، لأن تكون إن شاء الله حياة فيها الديمومة أيضا. إذا مشاهدينا نختم معكم فقراتنا اليوم في بيتكم عامر، نتمنى لكم أجواء شتوية حميمية جميلة في ظل العائلة والأسرة مع هالأجواء الرائعة. بيتكم عامر في الخير والسعادة والهناء إن شاء الله، في أمان الله.